كيف تعمل شاشات اللمس؟ ما الذي مكن الهواتف الذكية من الهيمنة على حياتنا كتقنية وأن تكون في غاية الحيوية والأهمية لحياتنا؟ على سبيل المثال، أنا من الأشخاص الذين يفضلون أن يفقدوا مفاتيح سيارتهم أو محفظتهم على أن يفقدوا هاتفهم الذكي. إن الإجابة على هذا السؤال ليست مباشرة وتتألف من مجموعة من الإجابات، وتطوير التطبيقات والإنترنت وشبكات الاتصال والتسويق الرائع لستيف جوبز. وإن كنت لا أزعم أن المساهم الأكثر تأثيراً، كان ذلك المزيج السلس من الوظائف والتقنيات المختلفة في حزمة واحدة. في هذه الحلقة سنكتشف الميزة الأكثر وضوحاً لدمج تقنيات الهاتف الذكي، شاشة اللمس. توجد ثلاث تقنيات في شاشة اللمس، حيث تتجمع هذه التقنيات فوق بعضها البعض. عندما استخدمت الهاتف الذكي لأول مرة، كنت تعلم للتو أنك تحمل شيئاً ثورياً، شيء مختلف عن جميع الهواتف السابقة. في الواقع لم تكن هذه تقنيات جديدة، استخدمت العديد من الأجهزة واجهة لمسية، وكانت شاشات العرض الملونة بالفعل معياراً لمعظم الهواتف. حتى الزجاج المقوى تم اكتشافه في القرن 19، ولكن الفكرة المبتكرة كانت بجمعهم مع بعضهم بسلاسة متكاملة، طبقة واحدة فوق الأخرى كالسحر. حسناً، دعنا ندخل إلى طبقات شاشة اللمس. في الأعلى لدينا الزجاج الواقي. لقد تحطمت شاشة الكثير منا، ولكن تصور كم مرة سقط الهاتف الذكي ولم تتحطم الشاشة. يعود هذا إلى أن زجاج الهاتف الذكي أقوى بخمس مرات من الزجاج العادي، وقبل ظهور أول جهاز آيفون في عام 2007، كان المعيار القياسي لشاشات الهواتف المحمولة من البلاستيك، على الرغم أن البلاستيك لا يتحطم، ولكن من السهل جداً خدشه. إذا كانت الشاشة مغطاة بالبلاستيك، فلن تدوم أسبوعاً في جيبك بجوار المفاتيح قبل أن تصاب بالعشرات من الخدوش في كل مكان. إذن أقوى بكثير. زجاج الهاتف الذكي عبارة عن زجاج من سيليكات الألمنيوم، يتم تقويته من خلال نفحة في حمام من نترات البوتاسيوم الذائب. يتسبب هذا بأن تحل ذرات البوتاسيوم الكبيرة مكان ذرات الصوديوم في الزجاج، ونظراً لأن ذرات البوتاسيوم أكبر بكثير من ذرات الصوديوم، فإنها تولد قوة ضغط كبيرة على سطح الزجاج. إليك تشبيهاً سريعاً، تخيل ملء المقعد الخلفي لسيارة بثلاثة أشخاص متوسطي الحجم. إن الجلوس في المقعد الخلفي يجلسون بشكل مريح، ولكن إذا قمت بدفعهم فإنهم ما زالوا قادرين على الحركة. الآن استبدل هؤلاء الأشخاص الثلاثة بثلاثة من لاعبي كرة القدم من خط الوسط. هؤلاء اللاعبون عريضون وعالقون في المقعد بشكل محكم، وبالتالي لا يستطيعون الحركة. سوف يتطلب الأمر قوة كبيرة لنقل هؤلاء اللاعبين من مقاعدهم. هذا هو المفهوم الأساسي وراء ما يجعل الزجاج المقوى مميزاً. إن الذرات في الزجاج المقوى مضغوطة، وبالتالي ستحتاج إلى قوة أكبر لكسر الزجاج. يوجد أسفل الزجاج المقوى شاشة اللمس Project Capacitive Touch Screen التي تستشعر وجود المادة الموصلة وموقعها مثل طرف إصبعك. تتكون شاشة اللمس هذه من شبكتين شفافتين من الألماس مطبوعتين على البوليستر، مع عازل بصري واضح في المنتصف.
تتم طباعة نمط الشبكة الماسية بمادة شفافة، وهي طبقة رقيقة من أكسيد القصدير أو ITO، والتي تعمل كموصل. دعونا نلقي نظرة أقرب على كيفية عملها. لنفترض أننا نبني حفنة من الإلكترونات على هذا الماس الأزرق، ولكن نظراً لوجود عازل في الطريق لا يمكن لهذه الإلكترونات أن تتحرك. تولد الإلكترونات مجالاً كهربائياً سالباً يتسبب في تراكم مجموعة من الشحنات الموجبة على الطرف الآخر من الماس الأصفر، يسمى ذلك بالمكثف. الآن عندما نحرك مادة موصلة مثل طرف إصبعك بالقرب من هذا المكثف، فإنها تقطع المجال الكهربائي الذي يغير كمية الشحنات الموجبة التي تتراكم على الماس الأصفر، ويتم قياس التغير في الشحنات الموجبة للماس الأصفر الناجم عن هذا القطع، ويقوم المعالج بتسجيل ذلك على أنه لمسة. يتم اكتشاف موقع اللمسة عن طريق مسح الشحنات أو الجهد الكهربائي على طول صفوف الماس الأزرق، بينما قياس كل عمود من الماس الأصفر، وتجدر الإشارة إلى أن كل صف من الماس الأزرق متصل ببعضه البعض، كما أن كل عمود من الماس الأصفر متصل ببعضه البعض. يقوم هذا الإعداد بعمل شبكة من الأعمدة الزرقاء والصفوف الصفراء. ولتوضيح الأمر مرة أخرى، فإن كل هذه المكونات مصنوعة بمواد شفافة، ويتطلب قياس كل نقطة الكثير من الدوائر الكهربائية. لذلك لا نقيس سوى كل عمود على حدة. يتم إرسال الشحنة أو الجهد الكهربائي إلى كل صف في تتابع سريع، حيث يمكن للمعالج من تسجيل عدة لمسات في نفس الوقت. أسفل هذه الشاشة هو عبارة عن شاشة تستخدم تقنية LCD أو OLED. تنتج شاشات LCD و OLED صوراً عالية الجودة والدقة. سنركز في هذه الحلقة على تقنية OLED، حيث هي المعتمدة في معظم الهواتف الذكية الجديدة. يشير OLED إلى ديود عضوي باعث للضوء Organic Light Emitting Diode. إن شاشة OLED عالية الدقة، هذه هي التي تنتج الصورة عالية الجودة التي نراها كلما نظرنا إلى الهاتف الذكي. إنها شبكة معقدة مجنونة يمكن أن تحتوي الهواتف المتطورة الحالية لعام 2018 على أكثر من 3.3 مليون بيكسل. هذا يعني أن هناك 10 ملايين ضوء مجهري يمكن التحكم فيه بشكل فردي، قابل للتعتيم بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق بين يديك. خذ دقيقة للتفكير في المستوى الهندسي المطلوب للتحكم، ناهيك عن تصميم وتصنيع العديد من المصابيح المجهرية الدقيقة. تتكون شاشات OLED من شبكة ضخمة من وحدات البكسل الفردية، وفي كل بكسل يوجد بكسل فرعي أحمر وأخضر وأزرق. يتم التحكم في شدة الضوء لكل بكسل فرعي بواسطة ترانزستور بغشاء رفيع صغير يعمل كمفتاح تعتيم ديمير سويتش. هناك العديد من الهياكل ذات الطبقات في كل وحدة بكسل فرعية، سيتم شرح وظيفة كل طبقة في حلقة مستقبلية. يتم إنتاج الفوتونات الضوئية في البكسل الثانوي بواسطة الإلكترونات التي يتم تشغيلها من الطرف السالب إلى الطرف الموجب. وعندما يمرون عبر هذه الطبقة الوسطى هنا، والتي تسمى الطبقة الباعثة، تنبعث الفوتونات من خلال الطاقة المطلقة، وتحدد المركبات المستخدمة في تكوين الطبقة السطحية لون الضوء المنبعث، وتعتمد كثافة هذا الضوء
على عدد الإلكترونات التي تمر عبرها. هذا تفسير مبسط إلى حد كبير، ولكن البحوث والهندسة والعلوم التي تعتمد عليها تقنية OLED واسعة جداً وعميقة. في الواقع منحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2014 لثلاث باحثين بسبب اكتشافهم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء الأزرق. دعونا نلخص ما سبق. في الجزء السفلي توجد شاشة OLED والتي تتكون من 10 ملايين مصباح ملون دقيق. تعلو ما سبق شاشة لمس سعوية شفافة Project Capacity Touch Screen، يمكن أن تستشعر لمسة إصبع واحدة أو عدة لمسات في المرة الواحدة. وأعلاها يوجد طبقة من زجاج مقوى يحمي شاشتك من الخدوش والسقوط. أنت الآن خبير في شاشات اللمس. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى فأرسلها إلى التعليقات أدناه. اشترك في القناة وأخبر أصدقائك أو عائلتك عن شيء تعلمته في هذه الحلقة. توضح هذه الحلقة بالتفصيل بنية شاشة اللمس في أجهزة الهواتف الذكية. فروع هذه الحلقة هي تصميم شاشات اللمس، الحقول الكهربائية والمكثفات OLED والتحكم بها، وسبب استخدام المواد الشفافة بالإضافة إلى جمال الواجهة. شكراً مرة أخرى على المشاهدة، وحتى المرة القادمة فكر في البساطة المفاهيمية والتعقيد الهيكلي في العالم من حولنا.